لكن خليني ابدا معاك يا بيرسي بحكايه انضمامك للنادي الاهلي. احكي لنا ازاي بدات المفاوضات معاك للانضمام للنادي الاهلي. كانت هناك مفاوضات بالتأكيد، بدأوا يتحدثوا معي وبعد ذلك تحدثوا معي، وأعتقد مع الاحتراف الذي أحرزت في الكثير من المباريات كان من السهل أن أتحدث معهم، ووصلنا إلى اتفاق جيد بالنسبة لجميع الأطراف، وأنا ممتن لأن أكون هنا. ما فكرتش أن أنت، لأن كان هنا الاختلاف، أن أنت تسيب الدوري الإنجليزي، برايتون فريق كبير في الدوري الانجليزي، ما فكرتش ان انت ازاي تسيب الدوري الانجليزي ولكن انا جاي النادي الاهلي، هذا النادي الكبير العريق، هذا النادي الكبير في العالم، النادي الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه على، او ريال مدريد تحديدا على افضل نادي في العالم او اكثر انديه حصولا للبطولات في العالم. الو انظر، الأهلي نادي كبير في أفريقيا وحول العالم، وأنا ممتن لأن تكون أو تتاح لي هذه الفرصة لأن أنضم هنا. بالنسبة لي الحياة هي الحياة، هناك بعض الأماكن ستكون مختلفة، ستكون مثل ما كنت عليه، وأنا دائما أنظر إلى الفرص، هناك فرص في كل مكان وأنا أحاول أن أتكيف مع الجميع وفي كل الظروف، لهذا كان من اللطيف أن أكون هنا وأنطلق في مرحلة جديدة، و أعتقد أني أصبت في ذلك. ولكن هناك اختلاف حتى في الأجواء ما بين الدوري الإنجليزي والدوري المصري، تأقلمت سريعا في الدوري المصري، عملت كده إزاي؟ كما قلت لك، على طوال مسيرتي كنت أتنقل بين الأندية والتكيف لم تكن مشكلة بالنسبة لي، أنا أتكيف مع الزملاء وما يريده المدرب، وبالتأكيد كل مكان لدي طموح في أن أكون في كل مكان وأن أحرز نتائج جيدة وأن أفوز، ومع الأهلي أعلم أن لدي فرصة للفوز، لهذا لم أفكر كثيرا في موضوع التكيف ونقطة التكيف، ما كنت أريده أن أأتي وأقابل الزملاء وأبدأ التمارين وأقوم أبذل قصارى جهدي.